اول مره حضرتك اشتغلت مع محمد عبده واول عرض انت اشتركت فيه مع محمد عبده فاكره؟ اول حفله سويناها في جده كانت بمناسبه اللهم صل على النبي. من 14 سنه مدينه جده. ايوه عملت مدينه جده وكان لسه محمد عبده شبل صغير. أيوه. فاكر اول اغنيه اتقالت ساعتها؟ محمد غنى كثير اغاني قديمه بس فاكر اغنيه يقول فيها ماشي بتتهادى يا زين كالعاده نظره يا هول الله ارحم عباد الله. هذه اول بدايه محمد عبد اول وكان ما بدايته كان بيغني في الدانات. في يعني ايه اغاني دانات دينيه اغاني؟ لا دانات دانات لون يعني معين. لون دانات عندنا لون معين اسمها لون دانات. طب محمد بيفتكر الذكريات دي يعني انت بتفكره ما بتقعد معاه لما نقعد مع بعض بيصير حديث. محمد ما شاء الله عليه ما بينسى شيء. فاكر الحفله الفلانيه فاكر مثلا انا بقى احط الميكروفون كده عشان ايه نتكلم بحريتنا. طيب من الحاجات اللي يعني كل مطرب او كل فنان ليه عاده معينه بيعملها يوم الحفله مثلا النهارده زي الحفله بتاعت النهارده انتوا حافظين طبعا محمد عبده بيعمل ايه لما يكون يوم عنده حفله زي دي هو بيعمل ايه وانتوا بتعملوا ايه من اول ما بيبدا الصبح؟ محمد عبده اول بيفتح الحفله انه يرتاح لازم ياخذ الراحه التامه عشان يقدر يدي الجمهور اللي يبغوه ينام بقى. نعم طبعا. طب انتوا بتضطروا ما انتوا مش نايمين دلوقتي انتوا صاحيين؟ لا نايمين. لا نمنا نمنا ساعتين يعني بعد الغداء نمنا ساعتين كان في عندنا تسجيل في الاستديو وخلصناه وجينا على طول عليه. وجينا. طيب انتوا بتعرفوا اشاراته ورموزه؟ طبعا طبعا. عشره زي ايه مثلا؟ اضرب لي مثلا مثلا اعاده يعملها يعمل لنا كذا طبعا بعد ما يقول للمايسترو يعمل لنا كذا بايده ايش اللي يبغاه يعني. ايوه مثلا مبسوط يلتفت كذا علينا اذا هو مبسوط يلتفت كذا بس بابتسامه زعلان يلتفت بس كذا بنص عين كذا طبعا بنص عين كذا خلاص يعني احنا فهمناها يعني من من غير ما احنا يعني كويس انت بتقول طب الجمهور اللي بيبقى متجاوب معاه قوي بيخليكم انتوا تزدادوا حماس وبتزدادوا طبعا طبعا طبعا. طيب هو محمد عبده يعني نجح في ان يكون جمهور من جميع البلاد العربيه بتحسوا انتوا فعلا ان بالوحده دي اللي بيكونها محمد عبده بين الجماهير ولا بيبدا جمهوره مثلا برضه من الجمهور السعودي لا بالعكس احنا انا حضرت لحفلات في القاهره وحضرت لحفلات في جميع الدول العربيه كل مستوى جمهوره واحد في جميع البلدان يعني ما هو مختصر على سعوديين ولا كويتيين ولا مصريين ولا يعني المصريين يحبون حاجات معينه لمحمد عبده وكل بلد يعني لها الوان معينه يعني محمد مشبع افكار الناس باغاني ظريفه اللي يحبها الجمهور اللي يحبها الجمهور يعني ذكي يعني يعرف كيف يغني ويقنع الجمهور.